Hello everybody and welcome back to your channel. مرحبا جميعا. في فيديو اليوم سوف نقدم لكم فرض الفصل الثاني في مادة اللغة الإنجليزية لتلاميذ سنة ثالثة متوسطة. وقبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتي الثانية باللغة الإنجليزية، الرابط سوف يكون في صندوق الوصف. بدون إطالة لنبدأ. Let's get started. The text. This is a picture of Salt Lake City, Utah, USA in the year 1900. It was a small place with a population of around 6,000. It was very different and quiet then. In the past, there used to be a lot of carriages and streetcars on the streets. There weren't many cars or any buses back then. There used to be only a few houses and no modern buildings, luxury hotels, and motorways like today. There weren't any big shopping centers or supermarkets, but only some restaurants and grocery shops. There used to be a theater though. People loved going there. Today, it's a city with over 180,000 people and many buildings with modern architecture. There are also lots of malls, restaurants, and theaters. And here we have the source. عندنا هنا المصدر أو من جبنا نستعنه. الآن حنشرح النص. هنا قالنا هذه عبارة عن صورة لمدينة البحيرة المالحة حول سولت ليك سيتي التي تقع في يوتا بالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الصورة تم أخذها في عام 1900، يعني تمثل هذه المدينة هذه في عام 1900، يعني في الماضي in the past. It was a small place with a population of around 6,000 people. يعني كانت مكان صغير يبلغ عدد سكانه حوالي 6,000 نسمة. It was different and quiet then. يعني كان الأمر مختلفا جدا وهادئا حينها أو في عام 1900، يعني في الماضي. In the past, يعني في الماضي, there used to be a lot of carriages and streetcars on the street. يعني كان هناك الكثير من العربات وسيارات الشوارع في الشوارع أو في الطرق. ولم يكن هناك أي حافلات أو لم يكن هناك الكثير من السيارات في ذلك الوقت. لم يكن هناك سوى عدد قليل من المنازل, a few houses, يعني القليل من المنازل, and no modern buildings, luxury hotels, and motorways like today. يعني ولكن ولم يكن هناك أي مراكز تسوق كبيرة أو محلات سوبر ماركت أو فنادق فاخرة luxury hotels, يعني فنادق فاخرة أو مباني حديثة. ولكن but عندنا هنا there used to be a theater though, يعني ولكن كان عندهم في ذاك العام ذاك أو في 1900 كان عندهم مسرح. بالرغم من ذلك أحب الناس الذهاب إلى هناك. Today, يعني إذا كان نهضر في present, يعني في الحاضر. It's a city with over 180,000 people, يعني هي مدينة بها أكثر من 180,000 شخص والعديد من المباني ذات الهندسة المعمارية الحديثة. Modern architecture, يعني الهندسة الحديثة أو الهندسة المعمارية الحديثة. There are also lots of malls, restaurants and theaters, يعني حاليا يوجد أيضا الكثير من مراكز التسوق والمطاعم والمسارح. Activity 1, تمين الأول. عندنا read the text and fill in the bibliographical notes, يعني يطلبنا أن نقرأ النص ونعمره هذه الملاحظات. هذا عندنا title, يعني العنوان, راح نعطيه عنوان للنص. Subject, يعني على واش كي قلنا subject ولا topic معناها الموضوع تاع النص. عندنا also source, يعني من جبنا النص. وعندنا date of publication, يعني تاريخ نتاع النشر. وعندنا type of document, يعني نوع نتاع document نتاعنا, سواء web article ولا press article. Press article معناها مقال, web article معناها نشرناه, يعني عامة فيما يتعلق بالانترنت. الweb article دايما تلقوا فيها الاخر في السورس تلقوا www, هذا هو الweb article. بالنسبة للعنوان نقدروا نديروه بسيط, نجيبوا الاسم تاع المدينة. عندنا Salt Lake City ونقولوا in the past, يعني في الماضي. هنا عامة راهو يهدرنا عليها في الماضي. الآن عندنا subject ولا the topic, يعني العنوان, نقدر نقولوا Salt Lake City in the year 1900.
and the Salt Lake City in or nowadays. يعني نقدر نقوله لهذا المدينة أو مدينة البحيرة المالحة في الماضي أو في سنة 1900 وفي الحاضر. الآن عندنا the source، يعني من جبنا هذا السنة. عندنا adapted from Smart Junior 6 Students Book HQ Mitchell 2011 Publications. هذا هو la source نتاعنا. الآن عندنا أيضا date of publication. هنا ما عطناش التاريخ المحدد نتاع النشر ولكن قلنا 2011. أما بالنسبة لـ the type of the document، يعني نوع الـ document أو الأخر تاعنا هنا، هو عبارة عن press article يعني مقال. عندنا title يعني العنوان Salt Lake City in the past and present، يعني مدينة البحيرة المالحة في الماضي والحاضر. بالنسبة للtopic ولا subject، يعني الموضوع تاعنا هو Salt Lake City، يعني مدينة البحيرة المالحة. أما بالنسبة للsource، ها هو كي عندنا عاود نكتبناه كيما اللي كاين في النص. عندنا date of publication يعني تاريخ النشر اللي هو 2011. الان type of document يعني نوع الدوكيمنت نتاعنا هو عبارة عن مقال ولا press article. Activity 2 تمرين ثاني، طلب منا ان نلقاو في النص the synonym of and the antonym of، يعني حنلقاو مرادف هالزوج كلمات. عندنا many و liked، many معناها الكثير و liked معناها احب. الان عندنا ايضا حنلقاو the antonym of يعني الضد نتاع ancient، يعني الحاجة قديمة شو ضد نتاعها. و noisy، noisy يعني حاجة يعني اللي فيها الإزعاج بزاف، يعني noisy معناها مثلا نقوله شخص noisy يعني مزعج. إذا عندنا many يعني الكثير، المرادف تاعها هو lots، نقدر نقوله many malls ولا lots of malls. وأيضا عندنا liked يعني أحبه أو أعجب بي، المرادف تاعها هو loved، people loved going there، يعني الناس أحبوا الذهاب إلى هذا المسرح أو إلى هناك، ولا نقولوا people liked going there. الآن عندنا المرادف، عندنا many lots و liked loved. الآن عندنا ضد ancient و noise. إذا عندنا أولا قديم، شو ضد تاعها؟ ضد تاعها هو new ولا modern يعني حديث. وعندنا الضد نتاع noisy يعني مكان يعج بالضوضاء، ضد نتاعها هو quiet يعني مكان هادئ. إذا عندنا the antonym يعني الضد، عندنا ancient modern noisy quiet. Activity number 3. Read the text and answer the questions. طلبنا أن نقرأ النص ونجاوب على الأسئلة. سؤال الأول how many، كي قلنا how many منها نحوسوا على العدد. How many what يعني how many يعني كم ماذا. كم من شخص يعني people are living in Salt Lake City now، كي قلنا now معناها الآن، يعني قد ما شخص هو عايش في مدينة البحيرة المالحة الآن يعني في الوقت الحالي. في النص قالنا today يعني اليوم it's a city with over 180,000 people، يعني العدد تاع السكان تاعها هو 180,000 شخص. إذا راح نكتبوها نفسها today it's a city with over 180,000 people، يعني اليوم هي مدينة تتكون من 180 أو أكثر، over معناها أكثر من 180,000 شخص. الآن عندنا سؤال ثاني were there a lot of buses and cars. were there، خلينا نقولوا there were، الآن كي نعكسوها كي نعكسو there were هنايا يرجع لنا سؤال. إذا سوينا were there يعني هل كان هناك الكثير a lot of buses and cars، الكثير من الحافلات والسيارات، هذا في القديم لأنه هنا قلنا were، أنا مصرفين الفعل تاعنا في الماضي the past.
إذا رح نقولو no يعني لا. هنا لماذا؟ لأنه هنا قالنا في الماضية there used to be only a few houses and no modern buildings, luxury hotels and motorways like today. يعني بكري ما كانش عندهم, أو بكري في هذه المدينة هذه ما كانش عندهم الحافلات, ما كانش عندهم السيارات الحديثة, أيضا ما كانش عندهم السيارات الحديثة, كان عندهم فقط العربات. إذا نقولوا there weren't ولا there were not many cars or any buses back then, يعني في الماضي ما كانش ولا الحافلات وما كانش بزاف سيارات. Part number 2, mastery of the language. الجزء الثاني عندنا activity 1, تمرين الأول. Reorder the words to get coherent sentences, يعني راح نرتب الكلمات باش نتحصلوا على جمل صحيحة. عندنا أولا عبارة عن سؤال, الجملة الأولى هي عبارة عن سؤال مباشرة, يعني كي لقينا علامة استفهام عبارة عن سؤال. سؤال تاعنا نبداوه WH questions اللي هما عبارات نبداو بهم السؤال, مثلا عندنا what, عندنا when, عندنا who, عندنا where, سميناهم WH questions لأنهم هنا what, when, where, why, اللي يبدأوا بWH, عندنا هاي كي WH. إذا أول حاجة حنبدأ بها السؤال هي what, من بعد يجي بعدها الفعل تاعنا ولا الverb تاعنا المساعد الأوكسيلري, عندنا is, what is, that يعني هذا, ماذا, the t-shirt, that t-shirt يعني هذا القميص, made of يعني مما مصنوع هذا القميص, what is that shirt made of, وما ننسوش علامة الاستفهام, the question mark. الجملة الثانية, أولا هنا الجملة تاعنا هي عبارة عن جملة إخبارية, إذا عادي رح نبدوها بالفاعل. الفاعل هنا عندي he, هو عبارة عن a personal pronoun يعني ضمير شخصي, رح نبدأ به he. الآن عندنا الفعل تاعنا اللي هو did, عندنا في النيجاتيف يعني في حالة النفي he didn't ولا he did not, ومن بعد عندنا use to ride bicycles. الآن هو لم يكن متعود على أن يركب الدراجات. Activity number 2, تمرين ثاني. Fill in the gaps with made of, used to, and made in. طلب منا أن نملأ الفراغات بسواء هذه العبارات الثلاثة. عندنا أولا made of. أولا نشرح الاستعمال تاعهم. عندنا made of يعني مصنوع من. بعد made of لازم دائما تكون حاجة a thing. مثلا عندنا cotton يعني القطن. مثلا wood يعني الخشب. مثلا iron يعني الحديد إلى آخره. بعد made of دائما لازم تكون حاجة. بعد used to لازم يكون فعل. Used to play, used to do, used to write, used to read, used to إلى آخره etc. عندنا بعد used to المعنى تاعها هو كان, نقول احنا كان يكتب, كان يفعل كذا, كان يعني إلى آخره. وعندنا made in, بعد made in لازم تكون دايما مكان, a place or a location ولا موقع يعني أي بلاصة. مثلا مثلا نعطي مثال, عندنا يوتا, عندنا the USA إلى آخرها. نبدأ نقرأ الجمل تاعنا. عندنا BMW هنا هي عبارة عن نوع, أحد أنواع السيارات. BMW is, هنا عندنا اللي بعدها هي Germany يعني ألمانيا. إذا قلنا وش هي اللي يجي بعدها, مكان ولا location يعني موقع, هي made in. إذا نقولوا BMW is made in Germany يعني هذه السيارة وهذا النوع تاع السيارة مصنوع في ألمانيا. Number 2, رقم 2, Mr. الوناس write poems. هنا عندنا فعل, إذا راح نقولوا used to. Mr. الوناس used to write poems يعني مستر الوناس اعتاد أو كان يكتب القصائد. Poems هي القصائد و poetry هو الشعر. Number 3, رقم 3, The nails are iron. Iron اللي هو الحديد. The nails are يعني the nails ممكن يكون عندها زوج معاني. عندنا أولا the nails اللي هو المعنى هنا اللي هو المسامير, وأيضا كاين المعنى نتاعها تاع الأظافر our nails.
The nails are هنا هنا iron الحديد هنا عندنا a thing ولا حاجة. إذا هنا راح نقولوا made of يعني مصنوعة من المسامير مصنوعة من الحديد. The nails are made of iron. Activity number 3 3 Classify the following words according to the pronunciation. راح نرتب الكلمات التالية حسب النطق تاعهم. عندنا هنا مجموعة من الكلمات تخلص بالإيدي أو مجموعة من الأفعال تخلص بالإيدي مصرفينها في الباست سيمبل تنس في الماضي البسيط. راح نصنف النطق تاعهم سواء إلى ت ولا د ولا إد. عندنا أولا loved loved نطقها هو د loved. عندنا created created هنا بالنسبة للقاعدة تاعهم هي بالنسبة للحروف. مثلا عندنا هنا يا حرفي اللي عندنا تي والدي للزوج كي يكونوا بعدهم الايدي راح يتنطق اد. مثلا هنا عندنا stopped 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 نطقها ت هنا بعدها الب كي يكون بعدها كي يكون قبلها الب هنا معناها النطق تاعها هنايا هو ت. عندنا ايضا tested راح يكون نفس الشيء نطقها حيكون اد. Written expression اللغية الإدماجية write a small paragraph comparing Algeria in the past and in the present or the lifestyle in Algeria in the past and in the present. راح نكتب فقرة قصيرة راح نوصف فيها الجزائر في الماضي أو راح نعطيه الفرق بين الجزائر في الماضي وفي الحاضر. Written expression الوضعية الإدماجية نقرأ الوضعية الإدماجية تاعنا. In the past, people used to live in traditional simple houses. Also, they lived in farmhouses. But nowadays, they live in modern houses or flats or even sometimes villas. هذه زتها or even sometimes villas. يعني وأيضا في بعض الأحيان يسكنوا أيضا في الفيلات. In the past, they used to wear traditional simple clothes. Women used to wear الحايك and الجبة. And men used to wear البرنوس. But now they tend to wear modern fashion clothes or fashionable clothes. نقدر نقول fashion clothes ولا fashionable clothes. In the past, they used to eat delicious traditional food like شخشوخة and couscous. But nowadays they eat unhealthy fast food. In the past, they would use animals to travel, like camels and donkeys. And nowadays, we have cars and airplanes. Education nowadays has developed over the years. And for the children, they used to play outside in the nature, but now they just use their phones. إذا نشرح الفقرة تاعنا قلنا في الماضي الناس كانت تعيش أو الأشخاص كانوا يعيشون في منازل بسيطة تقليدية وأيضا كانوا يعيشون في المنازل اللي فيها مزارع farm houses. But nowadays ولكن في الأيام الحالية they live in modern houses or flats or even villas يعني ولكن في الوقت الحالي يعيشوا في منازل حديثة ومتطورة ولا شقق ولا أيضا villas يعني الفيلات. In the past they used to wear traditional simple clothes يعني في الماضي كانوا يلبسوا ملابس تقليدية بسيطة. Women يعني النساء used to wear الحايك and الجبة يعني النساء كانوا يلبسوا الحايك والجبة. And men used to wear البرنوس والرجال كانوا يلبسوا البرنوس. But now they tend to wear modern fashion clothes ولكن حاليا عامة ما يلبسوا الملابس الحديثة والعامة تتعلق بالفاشن أي fashionable clothes. In the past they used to eat traditional foods delicious traditional foods يعني في الماضي كانوا يتناولوا الأطباق التقليدية اللذيذة مثلا like شخشوخة and كسكس مثل الشخشوخة والكسكس. But nowadays ولكن في الأيام الحالية they eat unhealthy fast food يعني يتناولون الأكلات السريعة الغير صحية. In the past they would use animals to travel like camels and donkeys يعني في الماضي كانوا يستعملوا الحيوانات باش يسافروا المسافات البعيدة مثل الجمال والأحمرة. وأيضا نقدر نقوله in the past they used to travel by foot. In the past they used to
travel by foot. يعني في الماضي أيضا كانوا يسافروا بالأرجل تاعهم، يعني كانوا يسافروا مشيا. And nowadays we have cars and airplanes. يعني وفي الأيام الحالية عندنا السيارات وعندنا الطائرات. Education nowadays has developed over the years. يعني التعليم عامة تطور عبر السنوات. And the children, يعني بالنسبة للأطفال, for the children, they used to play outside in the nature. يعني كانوا يلعبوا بكري في الطبيعة عامة, يعني يلعبوا outside في الخارج. But now they just use their phones. ولكن الآن يلعبون بهواتفهم المحمولة. And in the end of this video, I want to thank you so much. Of course, we don't forget today's quote, Hikmat اليوم, strive for progress, not perfection. ناضل من أجل التقدم وليس الكمال. Thank you so much. See you in the next video.